انت مع عندك خسارة دوري الأبطال. بطولة افريقيا هي البطولة اللي انت بتدور عليها دايما. بالظبط 3 سنوات النادي الأهلي بيوصل هل في للنهائي. فرصة ولا خلاص انتهى كل شيء؟ لا هناك فرصة يا أستاذ أحمد، بس لا قولها تتجاوز لي. ال 20%، وال 20% دول مش في إيديك ولا في أقدام لاعبتك. ال 20% دول بيتمثلوا في إنه النادي الأهلي يفوز يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله على القطن الكاميروني في الكاميرون، ان شاء وده الله. إن شاء الله بنسبة كبيرة جدا النادي الأهلي هيعمله لضعف المنافس. مش عايزين نقول بقى لإنه الأهلي في مش أحسن لقوة حالاته، الاهلي يعني، لا لضعف المنافس. اضعف فريق موجود في البطولة. بالظبط كده. ولكن صن داونز هيروح يلعب مع الهلال السوداني في ملعب الجوهره في الخرطوم يا استاذ احمد. لابد انه صن داونز، وانا باكد لحضرتك ان عقليتهم ما بيلعبوش علشان مثلا يخسروا فيخرجوا الاهلي، لا ما هم ما عندهمش العقليه دي الحقيقه. فلابد ان صن داونز هيروح يلعب على الفوز حتى علشان يضمن صداره المجموعه قبل المباراه الاخيره ويريح نفسه وحساباته. وبالتالي اذا فاز صن داونز على الهلال في السودان او حتى تعادل، هيكون النادي الاهلي ان شاء الله عنده فرصه للصعود. بعد ما يكسب القطن هيوصل ل7 نقاط ويستقبل الهلال السوداني في المباراه الاخيره. الهلال السوداني لو تعادل يا استاذ احمد مع صن داونز، هخلينا في التعادل مش هنقول ان صن داونز هيكسب في السودان. لو حصل لا تعادل، الهلال فرقه كويسه والهلال وارد جدا تكسب على فكره. وارد جدا. وارد جدا الهلال طبعا فرقه كويسه جدا. ما فيش كلام، لكن والمرة احنا دي عشان نحصل على الاقل تعادل يا استاذ، يعني اتفضل. صح، لكن لو حصل تعادل وهذا ما نتمناه، الهلال هيكون عنده 10 نقاط وجاي للاهلي، والاهلي عنده 7 نقاط ان شاء الله. لابد ان الاهلي علشان المواجهات المباشره يفوز بفارق هدفين، وده في ايدينا وهيكون في القاهره ان شاء الله، وباذن الله كمان يكون في استاد القاهره الملعب المفضل بالنسبه لمارسيل كولر. افتح السيناريو ده 20%. ده صن داونز النهارده الجمهور بيدخل لحد قبل الشوط الثاني بيخلص ب 10 دقائق الجمهور داخل فاتحين البوابات ومفيش مضى لقدم، وحتى الجمهور قاعد بره، المدرجات اتملت طبعا لان كل حاجه اتملت. هم كانوا فاتحين الملعب النهارده بالمجان لجماهيرهم وعاملين حفله غنائيه قبل ما المباراه يسجلوا جول، تلاقي الجمهور نزلت من بيوت تروح على الملعب يسجل طبعا. جول الجمهور يروح على الملعب، جول رابع الجمهور يروح على الملعب، خامس الجمهور. مش معقول، مش معقول اللي شفناه النهارده. طبعا الجمهور بيفرق جدا جدا يا استاذ احمد، سواء مع صن داونز او مع اي فريق في العالم. نتمنى ان شاء الله انه النادي الاهلي السيناريو اللي احنا بنقوله ده يحصل ويخدمه. انت عادي بس الماتش يوم الجمعه وبعد كده يبقى لها الف حلال. بالظبط باذن الله هيكون مباراه الهلال مع صن داونز السبت، يعني تاني يوم مباراه القطن الكاميروني مع الاهلي، وبعدين الجوله الاخيره وهتكون المباريات متزامنه. ان شاء الله يكون صن داونز فائز على الهلال السوداني او على الاقل متعادل معاه، والنادي الاهلي يكون محتفظ بامامه. انت متفائل جامد. انا متفائل لانه النادي الاهلي يا استاذ احمد في السنتين اللي فاتوا بالتحديد. لا ما انا عايز اقول لحضرتك انه السنتين اللي فاتوا كان النادي الاهلي بيواجه تقريبا نفس الصعوبات في المجموعه، وفي الاخر قدر ان هو يتاهل. فانا بقول ان شاء الله انه بس لعيبه النادي الاهلي تفوق شويه، مارسيل كولر يدرس المنافسين اكتر من كده، وممكن جدا وارث في كره القدم ان النادي الاهلي ان شاء الله يتاهل عن مجموعته، وهذا ما نتمناه. حمدي الحسيني بشكرك شكرا جزيلا.